بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في محكم تنزيله: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. حضرة المشايخ الأجلاء شيخنا الجليل الشيخ أبو فايز أمين مكارم الشيخاني ممثلا وناقلا بركة شيخنا الأجل الشيخ أبو صالح محمد العنداري، المشايخ جميعا واعذروني عن التسمية وكلكم كرام، سعادة النائب الأستاذ هادي أبو الحسن، سعادة النائب السابق الأستاذ فادي الأعور، الشخصيات الموقرة، السادة والسيدات الكرام، أهلنا في كفر سلوان ومن رأس المتن والقرى المجاورة أيها المشاركون المباركون. نسارع وإياكم اليوم إلى مغفرة من الله عز وجل، مغفرة تعيد إلى نفوسنا الراحة والأمان وتمسح عن عيوننا دمعة الأحزان. نسارع إلى جنة توحيدية تمنحنا السعادة والاطمئنان وتغمرنا بالرحمة والرضوان، جنة أعدت للمتقين الذين يضحون ويترفعون عن الأذى ويخافون الله ولا يخافون إلا. نسارع اليوم لنطلب الصفح منه تعالى عما ارتكبت أيدينا في لحظات الغضب والتخلي، ولننفق ونسامح ونجود في السراء والضراء كما ينفق ويجود ويسامح أهلنا الأحباء اليوم، فيضمدون جراحهم بالجود والإيمان ويكذمون الغيظ ويعفون بعضهم عن بعض ويحسنون نية وقولا وفعلا والله يحب المحسنين. نمر جميعنا أيها الأحبة بظروف صعبة وعلى مستويات مختلفة، فالحياة غير مستقرة والظروف متقلبة والأفكار تتشتت بين موقف وآخر والحيرة تتملكنا أحيانا كثيرة، ومسؤوليات الحياة متشعبة وضاغطة والصراع قائم في داخل كل واحد منا وقائم بيننا وبين من نعيش معهم حتى في الأسرة الواحدة، وهناك خوف كامن من المجهول يترافق غالبا مع ضغط نفسي وتوتر عصبي. وللأسف فإن بعضنا يصل إلى مرحلة اليأس ويقنط مما هو فيه ويظن أن الدنيا ضاقت به وأنه ما من مخرج له مما هو عليه إلا بارتكاب الخطأ أو الخطيئة، وكأن فسحة الأمل تلاشت وحدود الحياة انتهت عند هذه الواقعة أو عند تلك المعضلة. هذا التفكير خاطئ وربما يدل على نقص في الإيمان، فالحياة حلبة صراع دائم لا يمكن أن ينتهي، والقلق موجود لا يمكن أن ينعدم، ولكن الإنسان المؤمن العاقل يمكنه اختيار ما هو أفضل وأقل سوءا، وتلك هي مهمة العقل، فالعقل هو القائد وهو الإمام. والفارق كبير بين مواجهة الأمور بعقلانية وإيمان وبين ترك أنفسنا عرضة للنزق والغضب وسوء الظن والانفعال الذي يضعنا في مهب الريح ويؤدي للانتقال بنا من خطأ إلى خطيئة ومن سيء إلى أسوأ. تلك هي طباع البشر منذ القدم، فقابيل قتل أخاه هابيل فأصبح من النادمين، وإخوة يوسف الصديق رموه في البئر
ليتخلصوا منه، ثم عادوا يطلبون الغفران قائلين: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فمدرسة الاستغفار والعفو كانت هي الغالبة، إذ إن الاستغفار من شيم الكبار، والعفو عند المقدرة من شيم الكبار ومن شيم الأنبياء والرسل عليهم السلام. فها هو نبي الله يوسف يعفو عن إخوته الذين حاولوا قتله وفرقوا بينه وبين أبيه، فعفى عنهم عندما وصلوا إلى مصر، وكان قادرا على الانتقام منهم. قال سبحانه وتعالى عنه أنه قال لهم كرما وجودا: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي لا لوم عليكم، لقد سامحتكم وتركت أمركم لله، إن الله عفو غفور. وجاء في كتاب الله: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نعم أيها الأخوة، رد السيئة بالحسنة هو ما يرضي الله، والعفو هو الذي يورث المحبة، والله يعفو عمن سامحوا وعفوا، أولئك الذين لهم أجر عند ربهم ولا يندمون. قال تعالى: من عفا وأصلح فأجره على الله. أيها الأخوة، أيها الأحبة، كفر سلوان اليوم تعفو وتسامح، تمسح الدمعة وتوقد الشمعة، دمعة الألم وشمعة الأمل. كفر سلوان ترسخ اليوم في توحيدها وتشمخ اليوم في تسامحها أكثر مما هي شامخة وراسخة دائما على مر الزمان. كفر سلوان الجانب الأشد والأعلى من طبق النحاس المذهب، الذي إذا ما ضرب عليه في المتن سمع صوته في الجانب الآخر، أكان في الشوف أم في الساحل أم في الجرد والغرب أم في وادي التيم أم في أي مكان. كفر سلوان تصدح اليوم عاليا بصوت الشرف والعنفوان، صوت الخير والإيمان، صوت المحبة وحفظ الإخوان، صوت التسامح والغفران، فيسمع الصوت في كل مكان. كفر سلوان العائلة الواحدة والقلب الواحد والجبل الشامخ الأشم، في رحابها العامرة نلتقي، وفي قاعة علم من أعلامها نجتمع ونرتقي، على نية رأب الصدع وجمع الشمل، وعلى بركة الله ونعمة دعاء الأجاويد وهمة الغيارة، وعلى وقع كلمات الرضا والتسليم والقبول، نرفع الراية البيضاء إلى جانب العمائم البيضاء ووجوه الخير الشرفاء، ونطلق قسم المصالحة الذي لا رجوع عنه من أفواه الطيبين المتسامحين ومن أفئدة الأهل المتحابين ومن آل حاطوم أجمعين، ليباركه أبناء المتن الميامين وأهل الخير والمعروف والدين. إخواني المشايخ الأفاضل، أيها المشاركون الكرام، اليوم نطوي وأهلنا الأحباء في كفر سلوان صفحة أليمة من تاريخ عائلة أبية، لنفتح صفحة بيضاء جديدة ونعمل على ملئها بأحرف المحبة وكلمات الأخوة وسطور الكرامة، مدركين أن ساعة الغضب والتحدي وهيجان العواطف المؤدي إلى الأذى والقتل هي ساعة سوء بغيضة مقيتة، لا تدل على أصالتنا وقيمنا وشجاعتنا الحقيقية،
بل إن ساعة الحلم والصبر وتحكيم العقل والصفع والمحبة هي الساعة الأرقى التي تمثل المعروفيين الموحدين وأبناء الجبل مسلمين ومسيحيين، وهي التي يدعون إليها مسلك التوحيد ومنطق الإنسانية. أيها الشرفاء الأوفياء، صحيح أن الفضل في المصالحة ولقاء الأهل هذا يعود إلى سعاة الخير من أبناء البلدة المصلحين المندفعين من عائلتي حاطوم والمغرب ومن الجميع، وإلى كل من سعى سابقاً من مشايخ أجلاء وسياسيين مقدرين وحكماء معروفيين، إلا أن ثمرة المصالحة ما كانت بعد قد نضجت، ونحن نعترف ونقول إننا لم نكن لنصل إلى هذا اليوم الجامع لنتذوق وإياكم هذه الثمرة المباركة لولا نفوس خيرة من العائلتين الغاليتين، ولولا لمعة من شاب كريم لامع، ولولا لمعة من شاب كريم لامع هنا، وحكمة من شيخ كريم طيب هناك، ولولا قبول وتجاوب من كل الأخوة والأخوات والأبناء والأحفاد من هذين البيتين المصابين المتسامحين. وقد سمعت في زيارة الأولى منذ أسابيع قليلة إلى ديارهما كلاماً من الأبناء والأخوة والحاضرين تدمع لرجاحته العيون وتنبض لصدقه القلوب، لما فيه من الشهامة والكرامة والأصالة والإيمان وكرم الأخلاق، مستشعرين بكلامهم قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وهذا ما تبنيته، وهذا ما بنيت عليه، فتشجعت وشجعت إخواني لإنجاز هذه المهمة وعقد هذه الراية، ليشهد المتن والجبل والتاريخ بأننا قوم نستحق لقب بني معروف، الذين يصح فيهم ما قلته يوما: بني معروف، إن طرح السؤال لكم سبق تسطره الجبال، شيوخكم الأكارم أهل فضل، نساؤكم الطهارة والمثال، وفوق تلال عزتكم شباب أبات الضيم أبطال رجال، بني معروف بالتوحيد أنتم شموخ لا يمس ولا يطال، حماة العرض والأوطان دوما وأهل العفو إن حسم الجدال. هذا هو تاريخنا، وهذا هو تراثنا محفوظ ولن يضيع بعون الله، بثبات القيادة وبركة الشيوخ وهمم الرجال. أما كفر سلوان فستحفظ ويحفظ المتن والجبل، وسنحفظ جميعنا في ذاكرتنا الحية أسماء رجال طيبين حسموا الجدال وعفوا وأكرموا سعاة الخير بقبول التنازل والمصالحة وطي صفحة الماضي الأليمة. فأكرمناهم اليوم بحضور هذا الجمع من المشايخ الأجلاء وكرام القوم، فتحية لك يا كريم، يا كريم ناظم حطوم، أيها الشاب المؤمن الواعد العاقل الرزين، ويا أخاه الغالي مكرم، أيها الحبيبان المتعاليان على الجراح، ووالدتكم الصابرة المؤمنة. وتحية لكم يا أخوة المرحوم ناظم، أيها الأحبة ياسر وبسام وسمير وأجود وناجي ومقبل ونزار وجواد وعائلاتكم، تحية لكم
وتحية مماثلة لك أيها العم الحكيم والجد الراضي بقضاء الله الشيخ أبو غسان كريم حاطوم، ولك يا مازن كريم حاطوم أيها الأب الثاكل فلذتك بديك مكرم والمتخطي حاجز الحزن والفراق، ولأخوتك الأحبة حسين وأمين الدين ونسيب ومبارك وجميع أفراد العائلة. لن أزيد الأسماء ولن أزيد الثناء، ولكن اسمحوا لي أن أقول إنما لمسته منكم جميعا ومن عائلاتكم يبشر بالخير العائد عليكم غدا بوافر الحصاد والحامل إليكم تقديرا من الناس واعتزازا ورحمة من الله وتوفيقا. ثقوا بأن الصبر الجميل أجره جليل، وبأن عملكم مقدر عند الله وفي المجتمع. وفقكم الله وحماكم وجعلكم قدوة لسواكم، تصبرون وتستعينون بالله وتنفقون وتضحون في سبيل الله وتدفعون السيئة بالحسنة، فعسى أن تنالوا أجر ما أقدمت عليه اليوم، راحة بال وعافية في أشخاصكم وعائلاتكم وأولادكم، وعسى أن تفتح لكم دار الجنة أبوابها، لقوله تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. صدق الله العظيم. إننا لعلى ثقة بأن ما قمتم به اليوم سيكون موضع تقدير عند قادة الجبل، وقلت لكم أنهم اتصلوا بي وكان هناك تواصل وهم يقدرون هذه المبادرة، وعند مشايخ البلاد ومن علم منهم بارك ودعا لكم بالتوفيق. وسيكون أيضا موضع اعتزاز عند مجتمع الموحدين الدروز بأسره في الداخل والخارج، بل سيكون بمثابة مدرسة تتعلم فيها الأجيال ويتغذى من دروسها الرجال ويقتدي بنهجها الأبطال، كما قلت بالأمس للحبيبين كريم ومازن وللجميع. بل أيضا إنني أتوق أن تكون هذه المبادرة مدرسة أيضا لمصالحة أوسع في كفر سلوان على مستوى كل العائلات وعلى مستوى العيش المشترك بين الدروز وإخوانهم المسيحيين. شكرا لكم جميعا، شكرا لمشايخ كفر سلوان، شكرا لرئيس البلدية وللمختار ولرفاقهم ممن زارون مرارا لمتابعة هذا الأمر وللتشاور، وشكرا لرفاقنا المشايخ الذين واكبونا منذ البداية والذين رافقونا اليوم، ولتكن الأفكار من هذه اللحظة صافية نقية والقلوب نابضة بالأريحية والأيدي متصافحة متشابكة وقوية والألسنة ناطقة بالحق تقول باعتزاز: إنا عقدنا على التوحيد رايتنا وصحوة العقل فينا، وصحوة العقل فاقت نبرة الغضب. إنا عقدنا على التوحيد رايتنا وصحوة العقل فاقت نبرة الغضب، كف تصافح بل قلب يصارح، بل فكر يصالح بل فيض من الأدب. فليكن هذا قسمنا معا، ولنسجل في سجل كفر سلوان الذهبي يوم 9 شباط 2024 تاريخا مشرفا يضاف إلى التواريخ المجيدة في المتن وفي كفر سلوان وعلى امتداد الجبل. آجركم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.